السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. شكرا لك أخي محمد من طنجة. الآن غنتنقلوا إلى إقليم أسفي. معنا سيدي كمال. سيدي كمال من أسفي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام عليكم سيدي طيب. أهلا أهلا بك الحبيب الكريم سيدي كمال. كدير لبس عليك، مبارك رمضان. الله يدخلنا عليكم بالرحمة والمغفرة والرضوان. الله يبارك فيك سيدي طيب، الله يحفظك، الله يبارك فيك. يا مرحبا سيدي كمال. مبروك هذا الشهر الكريم على المغاربة بصفة عامة وداخل الوطن وخارج الوطن. اللهم امين اخويا، اللهم امين. اخبرنا سيدي كمال، احكي لنا كذلك، بغينا نعرفوا الاجواء العامه في اقليم اسفي. اقليم اسفي اللي هو مليء بالمساجد العتيقه ومليء بالزوايا ودور القران واهل الذكر. احكي لنا اخويا، اشنو الاجواء عندكم في المساجد في اول يوم من ايام رمضان؟ كسائر رمضان كالذين سلفوا بحال كما العاده، المساجد من كي يقرب رمضان كتعرف واحد حركة غير معهودة وكتعرف اكتداد، يعني تقريبا الطاقة ديالها مملوءة تقريبا عن الآخر ديالها. الحمد لله. وكاين الناس تستعدي لرمضان، كيستعدوا لرمضان من كي قبل هذا الشهر الكريم. نعم. يستعدوا الناس واحد استعداد كبير صراحة، كيستعدوا استعداد كبير، والناس كتجتهد في العبادة وكتجتهد في القيام وكتجتهد في بزاف الأمور. الحمد لله تشوف دابا مثلا مع هاد الأمطار، الحمد لله خوات جات متأخرة، الناس فرحانة بزاف بحلول بهاد الأمطار وبحلول شهر رمضان. الحمد لله، فضل من الله تعالى، فضل من الله الحمد تعالى لله. الحمد لله. وبالنسبة لسيدي كمال، ربما أسفي كيعرف واحد الوضعية اقتصادية شيئا ما، فيها واحد النوع من الضعف لأن ما فيش مشاريع تنموية كبيرة كتشغل الساكنة وكتشغل الشباب، وهناك نلقاو واحد الفئات شرائح اجتماعية كتعاني من الفقر والعوز. واش كاين هناك تضامن وتكافل بين أبناء المدينة؟ سيدي طيب، بالنسبه لاسفي الحمد لله عطى الله الثروات وعطى الله، بالنسبه كاين مركبات ديال الفوسفات، راه انت عارف بلا ما نذكر الاسم ديال الشركه، وكاين الحمد لله واحد المركب ديال الطاقه ده هو كبير، ده هو تنشا يلاه مؤخرا الحمد لله. كاين اسفي خو بالرغم من هذه المشاريع اللي كاينه، ولكن ما كاينش زعما ديك فرص الشغل كافيه بالنسبه للشباب وبالنسبه وحتى المدينه مهمشه، مش صراحه المسؤولين ديولها الناس تاعها ما تامنش بالواجب. انا زرتها مؤخرا ولقيت بان يعني كما كانت قبل 10 سنوات، يعني لم يقع فيها تغيير كبير. صحيح، لم يقع تغيير في مدينه اسفي، لانه من ناحيه الشبكه الطرقيه، من ناحيه الازبال، من ناحيه جميع الاشياء ما كاينش سميتو، ما كاينش واحد الصراحه واحد التهيئه واحد الاستعداد من اجل زعما انجاز مشاريع كبيره. والحمد لله على كل حال، الحمد لله. نتمنى ان شاء الله تعالى المسؤولين يتنبهوا للمشاريع اللي هي قريبه من المواطن باش يخلقوا فرص شغل. هي فعلا فيها مشاريع كبرى ضخمه غتخدم الصعيد الوطني، لكن على الصعيد المحلي هي محدوده، يعني الناس اللي فيها الشباب ما كيستافدوش كثير من ايجاد فرصة شغل في هذه المشاريع الكبرى اللي كتستقطب مهندسين كبار واطر عليا جدا، ولكن الشباب اللي هو ولد البلاد كيشعر بانه غير مقبول فيها، وهذا ربما كيخلق واحد النوع من الاستياء. نعم نعم السي الطيب، الله يجازيك بخير. الحمد لله على كل حال، حنا كنتمنوا ان شاء الله خير. وكتبين نهضر لك على واحد الموضوع، ولكن نظرا لضيق الوقت نعم نخلوه المره اخرى ان شاء الله. وكانوا احد الاصدقاء ديولي غادي يدوزوا معاك اذا كان ممكن. مرحبا مرحبا سي كمال. اصدقاء مكفوفين معايا، ماريا من مشرع بالقصيري، ومعايا عبد القادر من اقليم مولا يعقوب، ومعايا فاطمه الزهراء من فاس. راه كيبلغوك السلام وبغي يدوزوا معاك معايا في الخطا. مرحبا مرحبا سيدي كمال، نسمعوا لهم جميعا. يا مرحبا يا سي طيب. وحنا انا والاخوان واحد 8 اخوان قمنا بانشاء واحد القناه على اليوتيوب، كنديروا فيها جميع زعما اي حاجه اللي كنديروها حنايا، كان اي حاجه قادرين نقوموا بها حنا كمكفوفين او ضعاف البصر كنقوموا بها، زعما كنديروها عبر هاد لاشين ديالنا في اليوتيوب باش نبينوا للناس ان الاعاقه ليست اعاقه جسد، ولكن اعاقه عقل.
يعني هذا هو الشعار ديالنا احنا في الحياه، وان شاء الله يكون اعاقه اراده هي في الاول نعم، وغتكون ان شاء الله بزاف الامور اللي كت الحمد لله التوعيه اللي كتزيد بالوطن ديالنا القدام في هذا لاشي. ان شاء الله غنديروا مواضيع ان شاء الله عن حوادث السير، توعيه بحوادث السير، توعيه بالعنف ضد المراه مثلا، التوعيه على سميتو على المحافظه على المياه. نشوف هذا السياق ان شاء الله انا واصدقاء غنقولوا بتمثيل واحد امتيليات ان شاء الله. يمكن نذكر القناه ديالنا اذا كان بالامكان. اي نعم الاسم ديالها باش نعرفوا ندخلوا لها كاملين. اللي بيدخل عندنا مرحبا بحنت، راه هي حديثه العهد يلاه تم انشاؤها. احنا المهم 8 اشخاص. القناه ديالنا سميتها اشراقه الانوار للمكفوفين، اشراقه الانوار للمكفوفين. وهذه القناه سي طيب راه اللي بغى يتواصل معنا يعطينا اي راي ديالو راه مرحبا به معنا في اي وقت ويعطينا الاراء ديالنا. لكن واتساب ديالنا يتواصلوا معنا، مرحبا بالناس يعطونا الاراء ويعطونا ايضا سميتو يعطونا الاراء. ولكن شي واحد شي حاجه ما عجبتوش راحنا مستعدين اننا نسمعوا ايضا التوبيخ ولا اي حاجه. مرحبا الله لا يمكن تشجع ان شاء الله سي كمال، انتما دي درتوا مبادره عظيمه جدا. لكن يمكن يدوزوا معك سي طيب. مرحبا تفضل. معك مريم من القصير، تفضلي مريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته للا مريم، يا مرحبا بك. تحية لك عمي الطيب، تحية لكاع الإذاعة ميد راديو، إذاعة الحبيبة اللي ديما كنسمعوك وكتعطيني التفاؤل. ديما كنكون مريضة وكنصلى لك وكنبتسم مع عمي قريبان. الله يحفظك بنتي مريم، الله يسعدك يا للا. صافك عمي الطيب، دعي معايا. أنا كنمر واحد الأيام صعيبة، مريضة بزاف، عافاك دعي معايا. الله يشافيك يا ربي، وهذا رمضان المعظم رب مولانا يشافيك ويعافيك ويتولاك بالعنايه والرعايه بنتي مريم. الصبر وديري مع الوالده في عيانه شويه عافاك. وانا الحمد لله كنقرا القران. اخر مره تكلمت معك كنت في فتره الاحد، دابا انا الحمد لله عندي 14 شيل بعمي قريبان. تبارك الله تبارك الله تبارك الله لمريم، تبارك الله، الله يحفظك ويتقبل ان شاء الله. لا اله الا الله، هنيئا لك. عافاك عمي، ما تنسانيش من الدعاء. عافاك ضروري يا بنتي مريم، ان شاء الله باذن الله حنا غنديو مع الناس كلهم يدعوا معك دابا الان باذن الله لمريم. كنشكرك بنتي ان شاء الله. ان شاء الله شكرا لمريم. معنا فاطمه الزهراء من فاس، تفضلي فاطمه. لاله فاطمه الزهراء من فاس، مرحبا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فاطمه الزهراء، يا مرحبا بك بنتي. الله يحفظك، نقول لك رمضان مبارك سعيد. الله يحفظكم ويرعاكم يا بنتي فاطمه الزهراء. نعم كنسمع فيك بنتي. يعني انا فرحانه بزاف حيت يعني توفقت، وكنشكر يعني الاخ اللي دوزني معك، الله يسهل عليك، وكنتمنى من الله سبحانه وتعالى يعني الله يوفقك في حياتك. يا رحمن يا رحيم، يا ربي يا كريم بنتي، يا ربي يا كريم، الله ينورك بنور الله، الله يحفظك لفاطمه الزهراء. كنشكرك يعني احنا كنحفظوا القران، كنتمنى من الله سبحانه يعني كنتمنى يعني تدعي معنا يعني باش يوفقنا الله وخاتم متاح ليا، الله يسهل عليك. يا ربي باذن الله بنت فاطمه الزهراء، باذن الله كنشكرك بنتي. سي طيب هذه الاخت فاطمه، انا امنيتك كتدوز تقول لي دوزني مع سي طيب، وعده اشهر حنا كنحاولوا ندوزوا معك، الحمد لله جات الفرصه اليوم وتاتت لنا الفرصه. ابقى معنا الاخ عبد القادر عاود يدوز معك، تفضل خويا عبد القادر. هي عبد القادر، هي نعم مرحبا. السلام عليكم سي طيب. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي عبد القادر. أهلا وسهلا وخير، كيف تكون بخير لاباس؟ الله يحفظكم سيدي ويطول عمركم، يا مرحبا بكم. رمضان مبارك سعيد عليك وعلى الموظفين في الإذاعة ديال ميد راديو كاملين. بارك الله فيكم سيدي، بارك الله في سيدي عبد القادر. الله يبارك فيك الله يعطيك الصحة. الله يعطيك الصحة. كيدير الأجواء عندكم في الإقليم؟ كل شيء مزيان الحمد لله ونشكروه. الحمد لله. لاحظت سي عبد القادر على كون كنشكروك، كنشكروك أسيدي كمال وأنت والإخوة ديالك، هاد الإخوة الطيبين المباركين، تحية كبيرة لكل هؤلاء الشباب والشابات اللي هما من ذوي الاحتياجات الخاصة. هؤلاء هم المكفوفون وهم أعدادهم يعني أعداد كبيرة في مغربنا. تكلمنا في اليوم الوطني للمعاق وكنا ذكرنا بأن الناس اللي هم عندهم الإعاقة رقم واحد هم أصحاب الإعاقة الحركية، اللي هم عندهم الشلال وعندهم وكيكونوا أكثر
هم ضحايا حوادث السير او ضحايا اشغال كيكون انسان عادي جدا واحد النهار كيوقع ليه حادثه كيعود حتى هويا مشلول وكيصبح عنده اعاقه حركيه. هاد هما عددهم كثير وكثير جدا، هما رقم واحد من حيث العدد. ثم يليهم الناس اللي عندهم الاعاقه الذهنيه، هؤلاء كاين اللي تولد من كرشمو هكذا، كاين اللي عنده ثلاثي صبغي، كاين اللي عنده امراض معينه وتصاب بالامراض العقليه، وهؤلاء لا يتكلمون معنا. علاش؟ لانهم فاقدين للقدره. وفي الدرجه الثالثه كاين الناس المكفوفين من حيث العدد اللي وضعته الوزاره المكلفه بالتعاون الوطني وبالتضامن. العدد رقم ثلاثة هم المكفوفين، وهؤلاء كاين فيهم فئه اللي تولدوا من بطون امهاتهم فاقدي البصر، وكل اللي كانوا وقع لهم اخطاء طبيه، وكل اللي حتى كبر وضعاف للبصر اكيد ضعاف حتى مشى له البصر ككل، وكل تو وقع له حادثه معينه لا اله الا الله. اللي بغينا نوقفوا عليه في هذا الجانب هو ان هؤلاء الشباب واحد العدد كبير منهم ينتمي لاسر بسيطه ومتواضعه، وكيواجه مكاره في الحياة أنه لم يجد القدرة على متابعة الدراسة، وطبعا لا يجد القدرة على إيجاد العمل المناسب، ومن ثم واجهوا صعوبة العيش. وفيهم الكثير من الكرامة، هؤلاء الشباب والشابات عندهم الكرامة وعندهم العزة. احنا كنا في خلال من خلال هذا البرنامج كنا كل مرة كنوجه نداء لعل وعسى ينظر لهذه الفئة واحد النظرة اعتبارية، ونحاول ما أمكن نقدم لهم يد المساعدة. كل اللي حصل على بعض المساعدات وكل اللي ربما لا زال ينتظر. الظرفية كما يعلم الجميع راكين كاين أزمة مادية خانقة، لكن أنا أحيي هؤلاء الشباب المكفوفين لأنهم ما بقوش مكتوفين الأيادي، داروا روح المبادرة كما قال سي كمال. سي كمال هو نموذج للشباب اللي عنده روح المبادرة، كما قال كلمة طيبة، قال لك ليست الإعاقة إعاقة ديال البصر ولكن الإعاقة ديال الإرادة. اللي عنده الإرادة خافتة هذاك هو المعاق، ولكن اللي عنده إرادة قوية واخا يكون عنده أمراض وموانع غادي يوصل. سي كمال ومن معه هذو 8 أشخاص داروا هذه القناة. الغاية من هذه القناة هي أنهم إثبات وجودهم، وأيضا يفرغوا فيها الإبداعات ديالهم وتكون كوسيلة للتواصل مع عموم المواطنين، وأيضا لما لا يكون عنده واحد الربح معين، ربما لا يضطرون ويحتاجون إلى البحث عن المساعدة من أطراف خارجية. هم يصنعوا المحتوى ويصنعوا الثروة بأنفسهم. فهذه مناسبة كنبغي نطلب من السادة المستمعين جميعا، الله يجزيكم بألف خير، إلى قدرتوا أنكم تدخلوا هذه القناة ونشجعوها. قناة إشراقات الأنوار للمكفوفين، قناة إشراقات الأنوار للمكفوفين. ندخلوا لها، نطرحوا التساؤلات معهم، ناخذوا معهم في الكلام، نديروا اللايك، نحاولوا ما يمكن نشجعوهم، لأن هؤلاء الشباب إذا مشاو بعيد حنا غنفرحوا وغنسعدوا، لأنهم غادي يلقوا أول حاجة الدعم النفسي والدعم المعنوي، وأيضا حتى الدعم المادي بإذن الله. لالا مريم انا كنحييك بنتي، انت رغم الظروف ديالك استطعتي انك تحفظي 14 حزب. باقي نعقل اخر مره توصلتي معنا قلتي لي كتحفظي 9 الاحزاب وهذه المده القصيره. امين امين يا رب العالمين، واسال الله ان يديم علينا الافراح ويديم علينا المسرات في هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان، شهر الرحمه والغفران. السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.